المثال الأخير اللي هو المثال الثالث. الزوار is located in a region where the normal annual precipitation is 600 mm and the normal annual evaporation is 105 centimeter. If the average area of the reservoir water surface is 3000 hectare, and if under normal conditions 20% of the rainfall on the land flooded by the surface runoff into the stream, what is the net increase or decrease of stream flow as a result of the reservoir in MCM? إذن هنا عندي خزان موجود بمنطقة اللي بيها الأمطار السنوية الطبيعية هي 600 ملليمتر، والتبخر السنوي الطبيعي هو 105 سنتيمتر. فإذا كان معدل المساحة السطحية للخزان هي 3000 هكتار، ويقول تحت الظروف الطبيعية 20% من الأمطار هو يمثل اللاند فلودد أو يعني السيرفس رانوف، 20% من الرينفول من الأمطار يمثل لنا الجريان السطحي اللي راح يكون يذهب إلى الجدول الستريم أو المجرى المائي. ما هو صافي، الزيادة أو النقصان في المجرى المائي كنتيجة لوجود هذا الخزان؟ طبعا هنا يريدها بالام سي ام، الام سي ام يعني مليون كيوبيك متر، بوحدات مليون كيوبيك متر. هاي الام سي ام وحدة قياس يستخدموها لانه كميات المياه عندنا تكون كبيرة عادة بالخزانات وذا، فحتى ما يكون الرقم طويل فيكتبون رقم وما يقولون متر مكعب وانما يقولون مليون متر مكعب، يعني الرقم مضروب في 6 أصفار. فهنا نفس الشيء عندنا معادلة الموازنة المائية دلتا اس على دلتا تي هي واحد العفو اي ناقص او، اي ناقص انتر فلو ناقص الاوت فلو. فدلتا اس على دلتا تي يريد لزمن انيوان اللي هو سميناه سنوي، كله لان عندنا نعطيك المعلومات مع السنة، فانت راح تطلع الزيادة والنقصان خلال السنة. عندنا الانفلو اللي هو بي وكيو ان، وعندنا الاوت فلو الكيو اوت والايفابوريشن. طبعا قلنا لانه السنة راح يساوي شقد؟ صفر. دلتا اس خلال السنة يساوي صفر، لان هو ما محدد لك بالسؤال شقد راح يصير، معناها قلنا ناخذه معدل الخزين السنوي هو صفر. فنجي نشوف اللي نعطينا اياه، نعطيني البريسبتيشن 600 مليمتر برير، وعندي الافابوريشن نعطيني اياها 105 سنتيمتر، فاضربها في 10 حتى احولها الى مليمتر، فتصير 1050 مليمتر برير. هذا الافابوريشن. عندك الكيو ان يقول 20% من الامطار هو راح يكون فلودد باي ذا سيرفيس ران اوف انتو ذا ستريم. اذا هذا كيو ان انتو ذا ستريم، هذا يدخل للمجرى المائي. شنو المطلوب؟ مطلوب ايش قد التغير الزياده او النقصان بال الجريان الموجود بالستريم فلو، يعني الكيو اوت. فاذا الكيو ان هي 20% من البريسبتيشن، البريسبتيشن عندي 600، ف 20% يعني 0.2 في 600 يطلع 120 ملليمتر برير مثل الكيو ان. بقى مجهول عندي منه فقط الكيو اوت، هذا يساوي صفر، راح نقلل هالصفحه فحيصير بي ناقص اي زائد الكيو يساوي الكيو اوت. فالبي عندي 600 ناقص الفابوريشن 1050 زائدا 120
اللي هي سميناها الكيو ان ناقص الكيو ار قلنا يساوي الصفر اللي هو دلتا اس على دلتا تي اللي هي دلتا تي تكون فور يير. فاذا الكيو اوت راح يساوي ناقص 330 مليمتر فير يير. بما انه طلعت اشارة سالب اذا هو نقصان في الجريان. بس هنا انتبه بانه طبعا هذا يعني انكريز وليس العفو ديكريز وليس انكريز نقصان وليس زيادة. نانا وحداتها مليمتر بير يير هو يريدها بالسؤال بالام سي ام مليون كيوبيك بير مليون كيوبيك متر. فش راح اسوي؟ ان هذا عمق حتى حوله الى حجم متر مكعب لازم اضربه بالمساحة. بس هنا طبعا هغير الوحدات حتى تكون متشابهة. فعندي 330 مليمتر برير، اول شيء اقول المتر يعني موجود ب 1000 مليمتر، وحتى احول من مليمتر الى متر اقسم على 1000، فاختصرت المتر صارت بالمتر. هسه هاي صار العمق بالمتر. هسه اجي على المساحه اللي هي 3000 هكتار، ايضا هكتار احولها الى متر مربع، اقول الهكتار الواحد ب 10000 متر مربع، راح اختصر هكتار الى هكتار، صار عندي متر في متر مربع. الناتج هو بالمتر المكعب طبعا بير يير. هذا كلنا الشغل مالتنا بير يير اللي هو الشغل اني واصلنا الناس سنوي. فطلع 9.9 في 10 اس 6 هو يريدها بالمليون، فنشيل ال 10 اس 6 نحطه بمقام الام، فيصير 9.9 مليون كيوبيك متر انيوال ديكريز ان ذا ستريم فلو. اذا هو نقصان بمقدار 9.9 مليون كيوبيك متر. هنا عندنا هذه بعض المسائل ممكن انه تقومون بحلها كهوم وورك. هاي ثلاث مسائل للتمرين وتطبيق معادلة الموازنة المائية عليها. اخير شيء عندنا هنا جدول بسيط للتحويلات من النظام الانجليزي الى النظام المتري حتى تحول من ايكر الى هكتار، تضربه في 0.45 حتى تحول من ميل مربع الى كيلومتر مربع، ضربه في 2.5 وهكذا. تحويلات سريعة مختصرة.